بسم الله الرحمن الرحيم. أخوان مثل ما تلاحظون هذا الصنف صنف مميز وتقدر تعرفه من خلال الساق مالته. سبق ونشرت عنه بالسنوات السابقة، قلت لكم طريقة معرفة هذا الصنف من شكل الساق. مثل ما تلاحظون تلوينه، هذا الصنف تايجر غني عن التعريف، من الأصناف النادرة والمميزة. شوف كل الأغصان تتلون بهذا الشكل، شوفون الشتلات ما شاء الله بلشت بغزارة الإنتاج. الصنف شو تعرفه من هذه الخطوط الصفراء الموجودة المتلونة على الساق. الصنف مميز وراقي. تحياتي.